الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في موطئه وما زلنا مع كتاب القرآن، قال: باب النهي عن الصلاة على الصبح وبعد العصر. قال مالك رحمه الله: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا زالت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. أقول إخوتي الكرام، هنا قال مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن الصنابحي أو الصنابحي، قالوا عن عبد الله، وبعضهم قال عن أبي عبد الله بلا كنية، وقال طه بن مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع عن أبي عبد الله الصنابحي بلا كنية. قال ابن عبد البر هو الصواب، الصواب أن الراوي هنا عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي. قال ابن عبد البر هو الصواب، هو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقة، راه زهير بن محمد عن زيد عن عطاء بن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو خطأ في الصنابحي، لم يلقى الصنابحي، لم يلقى هكذا. قال تبعا لنقل الترمذي عن البخاري أن مالكا وهم في قول عبد الله، وإنما هو أبو عبد الله، هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن التابعي. قال في الإصابة: وظاهر أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر، فقد قال يحيى بن معين: عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون يشبه أن له صحبة. وقال ابن السكن: يقال له صحبة مدني. وروايه مطرف والطباع عن مالك شاذة، ولم ينفرد به مالك بل تابعه حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بالحديث. فذكر وكذا زهير بن محمد عند ابن منده، قال: وكذا تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارج ابن مصعب الأربعة عن زيد به، وأخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل ابن الحارس، وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ، كلاهما عن مالك عن زيد به مصرحا فيه بالسماع. وروى زهير ابن محمد وابو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن عبد الله، عن عبد الله الصنابحي، عن عبادة حديثا آخر في الوتر أخرجه أبو داود. فورود عبد الله الصنابحي في هذا الحديث من رواية هذان عن شيخ مالك بمثل روايته متابع الأربع، ولو تصريح اثنين منهما بالسماع يدفع الجزم، وبوهم مالك فيه انتهى ملخصا. وفيه فائدة أن زهير بن محمد لم ينفرد بتصريحه بالسماع، فليس بخطأ كما زعم ابن عبد البر. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. الشمس حياة كونها طالعة، الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. قال الخطابي: قيل معناه مقارنة الشيطان له، وليس قرنا، لكن قيل عن أخس فيه شيء، فيه هو مقارن، فتطلع ومقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب، وذلك قوله: فإذا ارتفعت فارقها، فارق وما بعده، فنهى عن الصلاة في هذه الأوقات. لذلك قيل معنى قرنه قوته، من قولك إن مقارن، إن مقرن مقر أو مقرن لهذا الأمر أي مطيق. أنا مقارن هذا الأمر يعني مطيق له، قوي عليه. وذلك إنما يقوى الشيطان على الأمر، فإذا ارتفعت فارقها وما بعده، فنهي عن الصلاة في هذه الأوقات. وهذا كان يعني يعبدون الشمس في هذه الأوقات، يسجدون لها، فنهى أن يسجدوا عن هذه الأوقات، عن الصلاة في هذه الأوقات، حتى لا يشبه بالكافرين، بفعل الكافرين، لأن الكافرين سجدوا للشمس، كانوا يسجدون للشمس. قال: ثم إذا سودت قارنها بالنون، فإذا زالت فارقها. شو هنا هذه الأوقات التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها ثلاثة. ولمسلم عن عقبة: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع، وله عن عمرو بن عبسة: حتى يستقل الظل بالرمح، فإذا أقبل الفيء فصلى. ولأبي داود: فإذا أقبل الفيء فصلي. ولأبي داود: حتى يعدل الرمح ظله. ولابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة: حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا زالت فصلي. ولهذا قال الجمهور والأئمة الثلاثة بقراءة الصلاة عند استواء، وقال مالك بالجواز مع رواية هذا الحديث. وهذا عجب عجب،
والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد البر: فأما إن أنه لم يصح عنده أوراده بالعمل الذي ذكره بقوله ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار، أنت أول ثاني أولى أو متعين، فإن الحديث صحيح بلا شك، إذ رواته ثقات مشاهير، وعلى تقدير أنه مرسل، بل هو موصول، أنه موصول، فقد اعتضد بأحاديث عقبة وعمر قد صحهما الإمام مسلم وغيره. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه أضاف: إذا دنت للغروب قرنها، فإذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، ثلاث الساعات المنهي عنها في الطرفين، وقعت في الوسط عند الجمهور في النافلة لا في الفريضة، وقال الطائفة من السلف بالإباحة مطلقا، الحديث النهي منسوخة، وبه قال داود وابن حزم وغيرهما من الظاهرية، حكى عن طائفة من المنع مطلقا في جميع الأوقات، وصح عن أبي بكر وكعب بن عجرة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات، وقال الشافعي بجواز الفرض وما له سبب من النوافل. قال أبو حنيفة: يحرم الجميع سوى عصر يوم الجمعة، وتحرم المنظورة أيضا، وقال مالك وأحمد: يحرم النوافل دون الفرائض. هذا الحديث فيه مسألة عظيمة، هي مسألة النهي عن الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة قبل العصر، نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اختلفت أقوال العلماء في هذا، فالاختلاف، وطبعا عندنا حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، وأن نقبل فيهن موتانا، بعد طلوع الفجر حتى تغرب الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: وعند استواء الشمس، يعني في الظهيرة. الاستواء هنا معناها قبل الزوال، قبل الزوال تستوي في كبد السماء قبل الزوال، أيضا الصلاة، وأيضا أن تدفن أحدا مكروه ومحرم عند بعضه. عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول في هذا الباب: يجوز كل صلاة في هذه الأوقات، ولأن النهي الذي ورد منسوخا، واستدل على ذلك بعموم الأدلة على المحافظة على الصلاة والعمل بها، وما في دليل يعني يدفع ذلك. وقالوا بأن الأدلة للنهي قد نسخت، وهذا قول ابن حزم وبعض والظاهرية. القول الثاني: كل صلاة محرمة، هذا قول أبي حنيفة، حتى الفريضة محرمة، وهذا قول أبي حنيفة وانفرد به. والجمهور على أنه لا يجوز أي نافلة تصلى في هذه الأوقات، ولا يجوز إلا صلاة هذه الفريضة التي لها الوقت فقط. وهؤلاء على الأقل معهم روح الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عند الاستواء. وإذا نقلت بأن هناك من صلى وهناك من يقول بمحض الصلاة، قلنا الناقل البصير يعلم بأن الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في حرمة، ألا وهي التشبه بالكافرين، ولأن الشمس تشرق، ويقارنها الشيطان حتى ترتفع قدر رمح فيفارق، وأيضا تغرب والشيطان يقارنها حتى يسطح الشمس ثم يفارق، وكذلك في استواء النار. فنقول: أما في الصبح فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الصلاة خلفه، لأن النبي وجد الصاحب الجليل فقال له: ما يمنعك من الصلاة؟ قال: صلاة فرحي. قال: إذا صلاة فرحك وأتيت المسجد فوجدتهم يصلون فصلي معهم، وهذا على العموم. وأيضا رأى رجلا يصلي بعد الفجر، قال: الفجر مرتين؟ قال: لا، إنها رغيبة الفجر فأذن له. وهناك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي، قال: الفجر مرتين؟ قال: لا، إنها رغيبة الفجر، ففعل ذلك فأقره النبي، فهذه صلاة بعد الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على العصر، قال: صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. والنبي قضى صلاة الظهر، سنة الظهر، بعد العصر، وشدد أناس فجعلوها سنة فاستداموا عليها، فضربهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فيكون والاستواء أيضا حرمة الصلاة فيها، فيكون أعدل الأقوال
الذي جمع شتات الأدلة وقول الشافعي. قال الفريضة تصلى في هذا الوقت، الفريضة تصلى في هذا الوقت خلاف أبي حنيفة، ولأن النبي صلى في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في هذا التوقيت عندما رأى الرجل يصلي ركعتين قال الفجر مرتين، وهو نفسه فعل عندما صلى سنة الظهر بعد العصر. لكن الأمر بالضابط كما قلنا. أما القبر دفن الميت والصلاة عند الزوال هذه تحرم، حتى صلاة ذات السبب يتجنبها المرء أولى، وإن كان الشافعي قال بصلاة ذات السبب، والدلاء على ذلك أيضا قال إن سلم يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت قبل. فإذا الصلاة ذات السبب وهي النوافل تصح، وذات السبب ليست المطلقة، يعني سنة الظهر، سنة العصر، السنن الراتبة. أما صلاة الاستخارة يقول أنا سأصلي الاستخارة، لا يصلي في هذا الوقت. أن يقول سأدخل المسجد لأتسبب في أن أصلي صلاة ذات سبب، أصلي ركعتين وأجلس، لا يصلي، لا 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 يصطنعها. لكن إذا كانت صلاة ذات سبب فله أن يصليها في هذا الوقت، له أن يصليها في هذا الوقت. وأما مالك فلم يفعل ذلك، والأحاديث عنده ظاهرة لم يفعل بها، فنقول له الحجة في 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 الإلزام بالحديث. وهنا نفهم الشافعي لما قال خالف مالك حوالي 130 مسألة خالف فيها السنة، معناها موجودة. وأكثر من حال ابن عبد الله يقول وثابت عنده في الموطأ ولم يفعل به. طبعا هذا كل عارض، فتعتذر للإمام، تعتذر للإمام وتقول له لا، سنقول بأن الصلاة ذات السبب تصلى، وأن في هذه الأوقات يمنع الإنسان من أن يفعل ما يتعدى به الشرع إلا إذا كانت صلاة ذات سبب فله أن يصليها وإلا فلا. قلت السنة حاوت كل شيء، نعم هذا في الموطأ، وأيضا فيها الحاضر يقدم على المبيح إن لم يكن الجمع. الثالث الحكم يدور مع جمع الأدلة، الحكم يدور مع جمع الأدلة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.